والمزيد ينضم إلينا هاتفيا النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب. برحب بحضرتك معي عبر تن. أهلا وسهلا. مصر لم تتأثر معالي النائب بما حدث اليوم عالميا، كيف تعلق؟ بس أنا حابب بس أوضح للجميع يعني الوصف على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا إن دي هجمة سبرانية حدثت وده تأثر العالم، طبعا، ولكن ليست هجمة سبرانية عشان بس يكون في توضيح. هذه زي ما بنقول حصل في سيستم مايكروسوفت العالمي أثر على كان في مشكلة حصلت في السيستم اللي هو الخاص بمايكروسوفت العالمي أثر على الخدمة الدولية في المطارات، ليست هجمه سبرانيه زي اللي حصل مثلا كان في اللي حصل في بعض المحافظ من كام يوم، ناس برضو دخلوا على السوشيال ميديا صدروا حاله من الاحباط واكاذيب وافتراءات وليست هجمه سبرانيه. ايضا كان في تعديلات بتتعمل في السيستم وحصل دروب لمده ساعات. بالفعل عدم تاثر جمهوريه مصر العربيه بالعطل التقني اللي حصل ده اسمه عقل، حتى وصفته وسائل الاعلام العالميه الصحيحه بقى ان ده عطل تقني حدث على احد أنظمة، وهذا ما أعلنت عنه مايكروسوفت أيضا منذ صحيح ساعات وبأنها قامت بالعمل. أنا بس حابب أصحح مع معاليك يا فندم، لأن أنا شايف نعم بالتأكيد كل بيتكلم على السوشيال ميديا أنها يعني ضربة سبرانية وهجمات سبرانية، ده تصدير حالة من الإحباط لدى الناس بصفة عامة يعني. لكن الحمد لله رب العالمين جمهورية مصر العربية لم تتأثر تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، ويمكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونسقنا معاهم حتى كلجنة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان لم تتاثر مصر الحمد لله من هذا العطل التقني. وده ياتي طبعا في باعقاب هي بعض وسائل الاعلام العالميه نقلت ده، فبعض الناس وبعض الكتاب الالكترونيه نقلت ده في مصر وان مصر للاسف البعض كتب ان مصر تاثرت. احنا طلعنا بيان كلجنه النهارده الصبح ووزاره الاتصالات وقلنا مصر لم تتاثر تماما من هذا العطل التقني. ويمكن زي ما اكدوا لحضرتك اكيد ان جميع المطارات والمواني المصريه والخدمات المصرفيه على صحيح. جميع البنوك الحكوميه لم تتاثر هذه القطاعات مثل ما تاثرت البلدان الاخرى اطلاقا يا فندم اطلاقا. ويمكن الامر متابع دلوقتي، يمكن من كنت بكلم رئيس الجهاز القومي لتنظيم الصلاه من شويه، يمكن الجهاز القومي لتنظيم الصلاه والوطني للطوارئ بيتابعوا موقف العطل يعني، وفي متابعه حاليا وانا مع حضرتك الموقف الخاص بالعطل التقني. لازم احنا كجهاز قومي لتنظيم الصلاه بنتابع طبعا الانظمه العالميه اللي بتحدث يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا معالي النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.